السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوينا، حاليا في جميع أنحاء العالم وفي الوطن العربي وفي اليمن خاصة. أرحب بكم أجمل ترحيب في قناتكم قناة الجبل والنحل، القناة التعليمية. في سؤال تم طرحه من قبل الأستاذ النحال الحاج سعيد علي من مصر، قال فيه أن التطريد هو التكاثر، أو في معنى آخر هو تكاثر النحل في مجمل العبارة، وأن هذا التطريد هو مفيد للنحل والنحال، وهذه مداخلة مميزة. كان للأستاذ رشدي زريقي من فلسطين حديث حول مجمل وتفاصيل هذه المراحل، سواء التطريد الطبيعي أو التطريد الصناعي، ويطلق عليه بالتفريخ، تفريخ طبيعي وتفريخ صناعي. وأعطانا في هذا الدرس مجمل من السلبيات ومجمل من الإيجابيات. يا ترى هل الإيجابيات أكثر من السلبيات، سواء في التطريد الطبيعي أو في التقسيم الصناعي؟ محاضرة قيمة، فكونوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لك حاج سعيد المحترم، وأهلا وسهلا بك بين أخوتك في مجموعة مربي النحل في فلسطين. هي مجموعة عربية ولكنها ذات طابع فلسطيني. منرحب فيك مرة أخرى أخي حاج سعيد. يعني كما تعلم أنه تربية النحل فيها مدارس، وكل مدرسة لها يعني خلينا نقول خصوصيتها، لها أفكارها، لها معتقداتها في تربية النحل، ويعني تأقلمت مع هذه المدرسة، ويعني صعب إنها تتغير من مدرسة إلى أخرى. يعني مثل المذاهب الفقهية اللي موجودة عندنا في الشريعة الإسلامية، في عندنا مذاهب ولكل شخص مذهبه ولكل شخص فكره وكل شخص له معتقداته في بعض المسائل الفقهية، وكذلك النحل. فنعود إلى موضوع التطريد والتكاثر الاصطناعي. التطريد هو يعني التكاثر الطبيعي، والتقسيم اللي هو التكاثر الصناعي أو الاصطناعي، سمي المصطلح اللي بدك إياه. فلكل منها فوائدها ولكل منها خلينا نقول يعني سلبياتها وإيجابياتها. فإحنا عندما ننظر إلى سواء التطريد الطبيعي أو التكاثر الاصطناعي، فلا بد من أن يعني نحصي الإيجابيات والسلبيات في كل عملية، ونحدد بناء على أثرها أيهما أفضل، هل هو التكاثر الطبيعي أم التكاثر الصناعي. فلو تحدثنا عن التكاثر الطبيعي، نلاحظ أن الملكة يعني تتغذى على الغذاء الملكي المناسب إلها، واللي هو بيكون نسبة ثلثين من الغدد الفكية وثلث من الغدد البلعومية. هذا هو الغذاء الخاص بالملكات. فالملكات في التكاثر الطبيعي تتغذى على الغذاء الملكي من لحظة فكسها من البيضة، وتحظى بعملية حضانة كويسة، لأنه الخلايا اللي بتطرد هي خلايا قوية وفيها كثافة نحلية عالية، وبالتالي هذه البيوت الملكية تأخذ نصيبها الكافي من التدفئة، وتأخذ نصيبها الكافي من الرطوبة وكل ما تحتاجه، حتى أنها تكون ملكة قادرة على الخدمة في لعدة سنوات قادمة. هذه هي ما يميز التكاثر الطبيعي أو التطريد. لكن بنفس الوقت يعني قبل عملية التطريد، يعني أنت سيد العارفين، الخلية تمر في مرحلة حمى التطريد، بحيث أنه الملكة تتوقف عن وضع البيض قبل الدخول، قبل التطريد، والنحل يتوقف عن تغذية الملكة، وعدد النحل السارح بقل إلى أدنى مستوى له، وعدد البيض يعني بيض الملكة إن لم يتوقف تماما فبرجع إلى أدنى مستوى له، أو ينقطع البيض في هذه الحالة.
طبعا هذا الإجراء حتى تتهيأ الملكة للمقدرة على الطيران، فالملكة لو يعني أنت خرجتها مباشرة من الخلية وتركتها ما بتطير، وإن طارت يعني بتطير متر أو مترين وبتسقط على الأرض. لكن هذا الإجراء بده له النحل حتى يعملها يعني ما يسمى بالرجيم بلغتنا العصرية، وتصبح قادرة على الطيران. هذه المرحلة اللي بتمر فيها الخلية في مرحلة حمى التطريد سيكون لها انعكاس سلبي على الطائفة بشكل عام، بحيث انه الانقطاع هذا عن البيض او البيض القليل اللي بتكون في ادنى مستوى له، هذا يعني بيؤدي الى تناقص او تراجع في عدد النحل وعلى الكثافة النحلية، كما يؤدي برضو الى قلة النحل السارح، وبالتالي المردود اللي بجنيه النحل من هذا النحل السارح بالطبيعة بيكون أقل في مرحلة حمى التطريد. الأمر المهم يا أستاذنا الحاج سعيد إنه ما فينا نعمل عملية انتخاب وتحسين وتطوير للملكات الموجودة عندنا، حتى وإن كانت هذه الملكات الموجودة عندنا هي هجائن، لكن برضو إحنا بدنا نطور هذه الهجائن، بدنا ننتخب من هذه الهجائن بما يتناسب مع مصلحة النحال وليس مصلحة النحل فقط. يعني عملية التطريد هي من أجل مصلحة النحل، ولكن إحنا برضو بدنا شيء لمصلحة النحال، بحيث إنه يكون عند هذا النحال مردود من حبوب اللقاح ومردود من العسل، وبدنا يكون هذه الخلايا قادرة على البناء الشمعي، وبدنا نكون نحصل على نحل هادئ بإمكاننا إن نشتغل فيه بكل أريحية، مش بدنا ندخل على المنحل ويكون في عنا كأنه داخلين على معركة. فعملية التطريد الطبيعي لا تسمح للنحال بأنه يعمل انتخاب، ولا بيعمل تحسين، ولا بيعمل تطوير على المنحل الموجود عنده. لكن بالتطريد الصناعي أو التقسيم الصناعي بيقدر النحال إنه يشوف مين الملكات الأفضل عنده، ومين الملكات اللي بتمتاز مثلا بالهدوء وجمع العسل وجمع الرحيق والبناء الشمعي، وكل هذه الصفات التي يرغب فيها النحال. بيشوف مثلا أفضل 4 خلايا 5 خلايا 6 خلايا موجودة عنده، بيقدر يأخذ منها هذه الملكات. كذلك الأمر يعني بيقدر إنه بطريقة يعني ما بدنا نشرح فيها كثير، إنه بيقدر يأخذ منها الذكور، بحيث إنه يكون في عنا تطوير يعني أدق وأفضل في المستقبل. لكن هذه الطريقة مش موجودة عندنا، ما بنقدر نتحكم فيها في طريقة في عن طريق التطريد الطبيعي. الشيء الآخر يا أستاذنا، يعني التطريد الطبيعي عادة بما إنه إحنا الملكات الموجودة عندنا فلسطين هنا عندنا ملكات يعني معظمها مهجنة، هذه الملكات لو نتركها تعمل تطريد طبيعي بدون أي تدخل من النحالين، سيعود النحل إلى النحل البلدي أو النحل اللي إحنا كنا بنسميه الحراثي أو القمري. هذه هي نحلة فلسطين القديمة، وهذه نحلة شرسة جدا جدا وصعب التعامل معها، رغم كل الصفات الجيدة اللي موجودة فيها من حيث مقاومتها للأمراض، من حيث قدرتها على السروح، من حيث قدرتها على البناء الشمعي، من حيث غزارة الإنتاج في كل شيء، غزيرة في الإنتاج في جمع حبوب اللقاح، في بناء العسل، في بناء الشمع، في جمع العسل. لكن الصفة هذه اللي هي الشراسة العالية جدا فيها، يعني زي ما بيقول المثل بلا عسلك يا نحلة ولا تقرصيني، صعب التعامل معها من شراستها، صعب صعب ومؤذية للنحل ومؤذية للجيران، وبتهاجم حتى اللي بمر من المنحل مرور بدون ما يكشف على النحل وبدون ما يفتح الخلايا بتكون تهاجم. فإذا إحنا بدنا ما نتدخل في عملية تربية الملكات وناخذ الملكات الهادئة والملكات غزيرة الإنتاج في حبوب اللقاح والعسل وغذاء الملكات وما شابه، سيعود نحلنا إلى النحل القديم بكل ما تحوي الكلمة من معنى. لذلك
لابد دائما من عملية الانتخاب والتطوير والتحسين. فالتطريد الطبيعي ما بيعطيني هذه المشكلة. وفي كثير يعني بعرف أصدقاء إلي ما يعني بيلجأوا لعملية التقسيم الطبيعي، نحلهم لا يطاق نهائيا، ما بتقدر تنزل في المنحل إلا بدون ما تكون يعني حصنت نفسك تحصين كامل حتى تقدر تنزل في المنحل. بينما مثلا النحل اللي احنا بنعمل له انتخاب وبنعمل له تحسين وتطوير، هذا النحل بتنزل تكشف فيه حتى بدون ملابس، سواء في الصيف او في شتاء او ربيع خريف الى ما شاء الله. فبيكون النحل هادئ على طول موسم السنة وبيعطينا انتاج كويس. وصحيح يعني هذا النحل يحتاج من النحال الى اجتهاد أكبر وعمل أكثر وربما تغذية أكثر، ولكن في النهاية يعني إحنا إذا بدنا نحط الإيجابيات والسلبيات كلها على بعض، سنجد أن التقسيم الصناعي على ملكات منتخبة في ظروف مناخية جيدة، فبكون الأفضل أو الأفضلية للملكات اللي احنا بنربيها عنا، واحنا بنكون عارفين امها وعارفين جدتها وعارفين ربما الذكر اللي تلقحت منه الام او الجدة. فكل هذه الامور يعني بتعطي عملية التقسيم الاصطناعي افضلية. في موضوع اخر ربما يعني ما انت ما بتعرفه استاذنا حاج سعيد، اللي هو احنا طبيعة المنطقة عندنا او طبيعة خلينا نقول ظروفنا اللي احنا بنعيشها، ربما النحال احيانا لا يستطيع ان يصل منحله لمدة اسبوع ربما اكثر. فاذا مثلا انت حاطط نحلك في منطقة وهذه المنطقة اعلن عنها منطقة عسكرية مغلقة، أو أغلقت الطرق المؤدية إلى هذه المنطقة، أو صار في عندنا منع تجول، ما بتقدر توصل منحلك أحيانا إلا بمغامرة. يعني بده يغامر الواحد في حياته علشان يقدر يوصل لمنحله. فما بنقدر إن نترك النحل هذا ونغيب عنه أيام أو أسابيع، يعني بترجع بتلاقي نحلك كلها معلق على الشجر، وأحيانا بده يروح من عندك طرود كثيرة جدا. لذلك إحنا بالنسبة لنا كظروف استثنائية ما بزبط معنا إن نعتمد على تكاثر النحل عن طريق التطريد الطبيعي. ثم إنه يعني ممكن أحيانا الطرود هذه تخرج وتروح، يعني ما عرفش نمسكها، هي بتكون يعني من أول إن خسرنا الطرد هذا وخسرنا النحل وخسرنا ما تبقى من هذه الخلايا في النحل، لأنه هذه الخلية اللي بدها تقوم بعملية تطريد وبده يخرج منها طردين وثلاثة وأحيانا أربعة، ربما هذه الخلية ستدمر ويعني موسمها بده يروح. في برضو أمر آخر أستاذنا والكلام للجميع، إنه أنا لما بكون عندي يعني حيازة كبيرة من النحل، وممكن في بعض النحالين مقسم نحله على 3 مناطق او 3 مناحل او 4 مناحل، يعني مش كل يوم بيقدر هذا النحال يوصل ويكشف على كل منحله. وبالتالي يعني ما بدنا نظلنا احنا متابعين للخلايا انه صار فيها تكذيب ولا ما صارش تكذيب، هذه الخلايا هذه الملكات تلقحت ما تلقحت، يعني بدها متابعة كثيرة. لكن عندما نقوم بعملية التقسيم الاصطناعي، يعني بننتج الملكات أو بنزرع الملكات في يوم واحد. يعني لو ممكن إني مثلا بدي 50 قسيمة، ممكن إني أعمل زراعة على 50 بيت ملكي، وهذه البيوت الملكية بتكون إلها موعد واحد لعملية الفكس، واحد بيوم واحد بتفكس كل هذه الملكات، وربما تتلقح كل هذه الملكات بنفس اليوم. ربما بعض الملكات تسبق يوم وربما بعض الملكات تتأخر بيوم، فهذه بتسهل على النحال عملية الكشف على التقاسيم هذه وعملية المتابعة. يعني إذا
أنا نزلت 50 بيت ملكي في يوم واحد، يعني بظل علي إني أرجع بعد يومين أشوف إذا هذه البيوت الملكية فقست أو لا. إذا فقست البيوت الملكية هذه بظل علي إني أرجع بعد 8 أيام أو 9 أيام وأشوف مين الملك اللي تلقحت ومين الملك اللي ما تلقحت. فبيوم واحد بشوف هذه الملكات اللي تلقحت واللي ما تلقحت. ولكن في عملية التطريد الطبيعي، اليوم بيطلع عندي طرد، بكرة بيطلع عندي طردين، اللي بعده ممكن يطلع 3، وهكذا. وبتصير العملية صعبة بالكشف على النحل أو على هذه التقاسيم حتى نتأكد من تلقيحها من عدمه. الأمر الآخر، يعني بنفس اليوم مثلا بروح أنا بعرف إنه هذا المنحل أو هذه التقاسيم اللي نقلتها على منطقة مثلا معينة، بروح عليها بنفس اليوم بعرف إنه كل التقاسيم هذه بحاجة إلى تغذية وبغذيها. لكن في التطريد الطبيعي يعني بدي أظن أفحص وأشوف مين اللي نقصها تغذية، مين زاد عندها تغذية. يعني بتصير العملية مرهقة خصوصا لذوي الحيازات الكبيرة. أما بالنسبة لنحال مثلا، النحلات موجودات جنب البيت، بقدر يعني يوصلهن بكل لحظة وبقدر يظل مراقبهن، ما بصير عنده فقدان في الطرود، فممكن تكون العملية بالنسبة له أسهل. وكذلك يعني في بعض النحالين، يعني أو خلينا نقول بعض مربين نحل وليس نحالين، عندهم حيازات صغيرة 4 5 خلايا 10 خلايا حاطين جنب البيت، هذا لا يكترث كثيرا، لا بده يكترث مش يعني بكون هو عامل مشروع للتسلية، هذا يشتغل فيه زي ما بده، يعمل تطريد طبيعي، يعمل تطريد صناعي. كل هذه الأمور يعني بتدخل في الحسابات حتى النحال يعني يقدر يحسب ويقدر من هو الأفضل بالنسبة له، هل هو التطريد الطبيعي أم هو التقسيم الصناعي. ومرة أخرى مرحب فيك أستاذ حاج سعيد، وأهلا وسهلا فيك في بين أختك إخوانك في مجموعة مربين نحل في فلسطين. تحياتي لك.